تفاصيل جديدة تتكشف عن الوزير الصيني المختفي منذ عام بحسب تحقيق أعدته صحيفة وول ستريت جورنال. الصحيفة أوردت أن شبهة تجسس إلى جانب علاقة غرامية أطاحت بوزير الخارجية السابق تشين غانغ بعد 6 أشهر فقط من تعيينه، وإن مسؤولين صينيين أبلغوا بأن إقالة الوزير واختفاءه جاء على خلفية تحذير من وفد روسي كان يزور بكين في أواخر أيام ظهور تشين علناً. الوفد هذا أبلغ بأن وزير الخارجية الجديد على علاقة بجاسوسة للمخابرات البريطانية، وعلى خلفية ذلك أدخل غانغ في سلسلة تحقيقات أجرتها معه السلطات الصينية، لكن الرجل تمسك ببراءته مؤكداً ولاءه لبلاده. التحقيقات الضاغطة أصابته بانهيار عصبي أدخله إلى مستشفى عسكري لمراقبة أي محاولة انتحار قد يقدم عليها. أما عشيقته وتدعى شياواتيان فخاضعت لتحقيق آخر في الصين واختفت مدة طويلة إلى أن غردت على حسابها في إكس بتاريخ 11 من إبريل 2023، ونشرت صورة لها على متن طائرة متوجهة من لوس أنجلوس لواشنطن، لكن الوزير ما زال مختفياً حتى الآن.